لقيت ولاني يا شيخ. سلي. السؤال الأول، هل يلزم أن يكون شهود الزواج مميزين للزوج؟ هل يلزم أن يكون شهود الزواج مميزين للزوج؟ هل يلزم أن يكون شهود الزواج إيه؟ مميزين للزوج. يعرفون الزوج يعني؟ أيوة. طيب يعرف طبعا يعرفونه. لكن يا شيخ أنا عفوا صبرا يا بنتي، عفوا اصبري. يعني هم الآن يعرفونه، إذا لم يكونوا يعرفونه مسبقا يعرفونه الآن بالبطاقة بس. طب تمام يا شيخ، أنا أقول لك القصة. أنا زوجي كان من محافظة ثانية. زوجك من محافظة ثانية وبعد؟ يوم الزواج شاهدوا خالي وعمي، وعمي وخالي كانوا أول مرة يشوفوه يوم الزواج. ما في مشكلة، لكن تأكدوا أن هو زايد من الناس ببطاقته. نعم كيف ما خلاص الزواج صحيح بلاش وسواس، الله يغفر لك. الزواج صحيح، ما تاكلين لا تاكلين على الزوج. هذا المشكلة. لازم يكون بين الشاهد وبين التاني صداقة، لا يلزم. السلام عليكم.